دلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وقت الارصاد بتتوقع ان يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على اغلب الانحاء الجمهوريه، شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحراره رطب ليلا على اغلب الانحاء. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتور محمود القياتي، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا وعلى كل الساده المشاهدين، تحياتي لحضراتكم. اهلا بحضرتك، ويعني بجد الجو ممتع جدا الفتره دي، حتى لو الصبح الجو فيه حار شويه لكن بالليل بقينا بنشعر بنسمه هواء اللي الناس كلها بتستناها طول الصيف، فيعني واضح ان سبتمبر جاي معانا كده بنسمه صيف كويسه بالنسبه لنا. الحمد لله. طبعا بالتاكيد، يمكن احنا دايما اتكلمنا قبل كده عن مرتفع العروض الوسطى او مرتفع الازور، كنا دايما بنقول إن الأيام اللي هيكون فيها تأثير هذا المرتفع السطحي بتكون معاه الأجواء ألطف شوية، وده بالفعل اللي حاصل الفترة دي. إحنا يمكن بنتأثر بامتداد الكتل الهوائية القادمة مع مرتفع العروض الوسطى بالتزامن مع وجود امتداد لمنخفض وإن كان ضعيف في طبقات الجو العليا، لكن بالتأكيد بيختلف عن الكتل الهوائية اللي بتكون قادمة مع منخفض الهند الموسمي. الفترة دي منخفض الهند الموسمي متراجع شوية، وبالتالي ده السبب في انخفاض درجات الحرارة اللي بقت بالفعل بتسجل ما بين 33 ل 34 درجة بالنسبة للقاهرة الكبرى. يمكن اليوم تحديدا القاهرة هتسجل 33 درجة حرارة عظمى خلال فترات الظهيرة. الانخفاض ده كمان مكمل لحد محافظات الصعيد، وحتى محافظات جنوب الصعيد اليوم هتبدأ تسجل درجات حرارة أقل من ال 40 درجة مئوية لأول مرة من بداية فصل الصيف. محافظات الصعيد طبعا كانت دايما بتسجل درجات حرارة عالية، اليوم تحديدا هتبدأ العديد من محافظات جنوب الصعيد تسجل درجات حرارة ما بين 39 ل 40 درجة على أقصى تقدير، وبالتالي نقدر نقول ده يعتبر تحسن كبير في درجات الحرارة، مستمر معانا إن شاء الله لمدة أسبوع قادم على الأقل. أسبوع واحد بس يا دكتور؟ أسبوع واحد بس، إحنا متوقعين خلاص كده شهر سبتمبر كله الأجواء فيها تكون معتادة لو ممتعة بالشكل ده؟ طبعا مش عايزين نقول ان شهر سبتمبر هتفضل فيه درجات الحراره بالشكل ده، لكن اغلبه ان شاء الله، لان المفروض ان المعدلات الطبيعيه لسبتمبر بتكون افضل من المعدلات الطبيعيه اللي في شهر 8 او في شهر 7، وال 33 درجه دي اللي هنسجلها اليوم تعتبر بالفعل حول معدلاتها الطبيعيه، لكن سبتمبر كل عام لا يخلو من بعض الارتفاعات في درجات الحراره عن المعدلات الطبيعيه، لكن بتكون عدد الأيام أقل، وكمان احتمالات حدوث ارتفاعات في درجات الحرارة أقل كمان، حتى لما ترتفع درجات الحرارة في المعتاد في سبتمبر عن معدلاتها ما بتكونش مع نسبة الرطوبة دي لأرقام قياسية بشكل كبير، أو حتى لو وصلت مش بيكون احتمالاتها عالية، وبالتالي خلينا نقول نحن نسير في اتجاه درجات حرارة ليست قاسية بالشكل الكبير حتى وإن ارتفعت عن المعدلات الطبيعية في شهر سبتمبر. ده بالنسبة طبعا لدرجات الحرارة. نسب الرطوبة حتى الآن لا زالت مرتفعة شوية، بتوصل أكثر من 90% على السواحل الشمالية خلال ساعات الليل، وأيضا بالنسبة للقاهرة بتوصل نسب الرطوبة لأكثر من 80%. خلال ساعات الليل ممكن يبقى في بعض نسمات وهبات الرياح شويه اللي بتقلل احساسنا بارتفاع نسب الرطوبه، لكن لا زالت نسب الرطوبه مرتفعه بتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره قليلا طبعا. ان شاء الله يمكن على نهايه الشهر الحالي مع البدايه الرسميه لفصل الخريف بيبدا تكثر المنخفضات الجويه في طبقات الجو العليا، ده بحد ذاته بيقلل الرطوبه النسبيه على سطح الارض، وكمان وجود المنخفضات دي بيخلي في بعض السحب وان كانت خفيفه خلال ساعات الصباح الباكر او على مدار اليوم على مناطق من شمال الجمهوريه. اليوم على سبيل المثال في فرص وان كانت ضعيفه لامطار على مناطق من السواحل الشماليه وبعض محافظات الوجه البحري، كلها ان شاء الله ان حدثت هتكون امطار خفيفه غير مؤثره، وعلى مناطق متفرقه من سواحلنا الشماليه بالتاكيد مع استمرار الشبوره المائيه الخفيفه خلال ساعات الصباح الباكر. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المتابعه اليوميه معانا طبعا في برنامج صباح الخير يا مصر، الدكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى 33، الصغرى 26، العاصمه الاداريه 34 25، اسكندريه 32 24، العلمين الجديده 31 24، مطروح 30 24، دمياط 32 24،
بورسعيد 33.25، إسماعيلية 35.24، السويس 35.25، العريش 32.24، كاترين 30.15، طابة 33.26، حلايب 34.30، شلاتين 37.28، شرم الشيخ 38.28، الغردقة 39.28، الفيوم 34.24، بني سويف 35.25، الوادي الجديد 39.27، الأسيوط 37.25، سوهاج 38.27، قنا 38.27، الأقصر 39.28، وأخيرا أسوان 40.28. في اعتدال كبير جدا في درجات الحرارة حتى على محافظات الصعيد كمان، وممتد للقاهرة والسواحل الشمالية، فاحنا بنعيش الأجواء الصيفية المعتدلة مع نسب رطوبة يعني معتدلة بشكل كبير، ونسمة صيف جميلة بالليل. فأنا ريت كلنا إن شاء الله نستمتع بالأجواء دي قبل دخول المدارس أو بداية العام الدراسي الجديد.